اسمع الزول مقران، تحية كبيرة 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 إلى الأمازيغ الأحرار، إلى الشوية والقبائل والكامل كامل الأمازيغ، التوارق الموزابيك، كامل كامل الأمازيغ، في سواء أون أجيغي، في تونس، في المغرب، في عند خوتنا كيف يسمو لي ماليان، وين كانوا وين كانوا في ليجيبت. تحية كبيرة كبيرة إليكم الناس اللي مازالت تدافع على أصلها ومازالت ما تبيعش أصلها. تحية كبيرة إليكم. Allez, pour cette première vidéo d'aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mardi 14 décembre 2021. Il est 19h36. On va essayer de parler sur l'école algérienne. L'école algérienne, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de parler sur l'école. On va essayer de parler un petit peu sur l'école. On va parler de l'école algérienne. La madrasa algérienne. طلبوا مني ناس قالوا لي من فضلك هضرنا شوية على المدرسة الجزائرية. Je vais essayer de parler un petit peu sur le. اسمحوا لي نشوف برك واحد الانفورماسيون. رسميا السيد فوزي عرعار رئيس مجلس الشعب البلدي خنجلة، بالتوفيق يا سي عرعار. احنا نعرفوا عرعار صاحبنا سي حسين اللي نبلغوا له التحية الكبيرة، وان شاء الله يكون كما سي حسين هذا السي عرعار هذا. على كل حال هذا ما نطلبه،
احنا ما نحتاجو واحد، ما نحبو واحد، الحمد لله رب العالمين. ما نحتاجو لا مير لا جوامير لا وزير، لا نحتاجو القدر ونحتاجو الناس تخدم البلاد. هذا ما كان الي اليوم كما تعرفوا، كما الناس بعثوا لي قالوا لي ودي تكلم لنا شويه على المدرسه. صافي لونطون ما قلت لهم، دوك نوعدتهم باش نتكلم على المدرسه، مي اليوم جي ديسيدي باش نهضر. قبل هذا جو في بوتيت ريبوندر لدو ولا تخوا بيرسون اللي كتبوا لي قبيت. الي اوب الي الي كومونتير. فوالا كاين واحد برك هذا، شكون هو هذا؟ موسى شعبان. موسى شعبان والله ما فهمت خويا العزيز، العربيه ما نعرفهاش شويه بزاف. والله كتبت لي انت قلت لي تحيه دير الغاني نتاع المهيوب المناظر القديم. والله يا خويا بعت لك مكان شونسون تاعو ولا حاجه ندير خويا، ما كان حتى بروبليم. ميرسي بوكو يا موسى شعبان. الوغ شكون كاين ثاني؟ رابيدمون اسمحوا لي جو بي ايسي دو فوار الناس اللي كتبوا لنا. الوغ لي ديرني كومونتير رابيدمون. الي هوب. الوغ ياسمين ميرسي بوكو يا اختي، ميرسي بوكو يعطيك الصحه. votre commentaire est كما قال واحد في droit au cœur hein, donc c'est un encouragement pour moi madame Yasmine. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. alors شكون كاين ثاني؟ شكون جمال هذا؟ خنش لي زوتر بي سون توس مارجيناليزي. واش تحب واش تحب سي كوم سا hein. donc افا سي دي نوفيل كونفريري. oui je suis d'accord avec vous. Marcel Patulassi, bonjour monsieur Mansouf, merci de parler des Parnal Wake. Alors, Dihia, bonsoir Dihia, le clip de la chanson Sabr Shraj Zoulira a été tourné ici. Bsahtek mon cher, merci beaucoup, mais je pense que ce n'est pas là. Je pense que ce n'est pas là qu'a tourné le clip de Zoulira. Alors, Aïd Kamou, bon courage, merci aux, à vous aussi. Martinez, هذيك الأموال كامل أموال الغزوة والله الأديان ردك و لي ريليجيون سون تو سامبلومون دي سكت تقول مارتينيز. ألوغ هادو هما الناس اللي كتبوا لنا. حسن لتيجي وزو أصلي أمازيغ قبيلي والحمد لله راسي مرفوع في اي وقت وفي اي مكان، سي نورمال يا حسن دو تيزي وزو تحياتي اليك. ياسين شيخو يقول لي لغه القران هي اللغه السريانيه. الوغ خديجه بونسوار، انت يا كيما الفات كتبي لي ديما يعطيك الصحه. عادل نسيم الزول في الله خويا. هادو هما الناس اللي فاطمه الزهره تقول لي فواز لو غران ماتر، رياض بداوي لي فغي جورناليست راهم عايشين كيما ينضحكوا كل هي وين عايشين هذا وانت اقعد في اليوتيوب الدور غير في العربي امازيغ العروبه الكل خطره. شوف نقول بلي بالك كاين تقدم، مي مالوريزمون ما كان حتى منفعه، سي دو نيمبورت كوا. يا سي رياض بدوي هذا خويا رايك انت كي تقول ما كاين حتى تقدم، هذا رايك انت، ما على باليش انت على واش تحوس يا خويا. الامازيغ حنايا كيما قال واحد، انا نهضر على روحي هنا خويا، انا العرب نحترمهم بصح ما نهضرش عليهم يا اخي، مي نهضر على الناس اللي يحبوا يرجعونا عرب وحنا ماناش عرب. هذه ما كان خويا، هذه هي دونك فوالا. الوغ نرجعوا للموضوع نتاعنا، هو الناس اللي قالوا لي تكلم لنا على كيف اسمه على المدرسه الجزائريه. وين راني تكلمت، راني زدت تكلمت عليها خطره وزوج وثلاثه، مي سوي سوري سارتا راه ما كانش تغيير الساعه هذه في المدرسه الجزائريه. المدرسه الجزائريه حبينا ولا كرهنا دركا راهي رايحه الله الديريف. المدرسه الجزائريه عندها سنوات وهما قاعدين يفورميو في الارهابيين. هذه هي المدرسه الجزائريه، لخصتها لكم كما قال واحد وجيتكم على الاخر من الاخر خلاص. الناس اللي راحوا داروا التخريب، انا ما يعيطوا له التعريب، وهما هو راهو التخريب هذا، خربوا الجزائر المدرسه الجزائريه وخربوا الجزائر معاها. الناس اخرين يقولوا لي اسكو فيها كما يقولوا هما اسكو فيها راتراباج ولا اسكو نقدروا
سي با بوسيبل. لو مال اي ترو بروفون، لو مال اي ترو بروفون. ما نقدروش بهذا الناس هادو اللي قاعدين يسيروا في الجزائر دركا نرجعوا المدرسه الجزائريه كما يقول الانسان سيغ غاي امبوسيبل. ما نقدروش نرجعوا لو تران سيغ غاي. لو تران يلا ديغايي وراح بعيد بعيد ودخل في الرافان وراح وراح وراح. دونك سي با بوسيبل، سي با بوسيبل باش نقدروا باش بور سوفي ليكول الجيريان. لازمنا الناس يكون عندهم عقول اخرى، ماهوش كيما هاد الناس هادو اللي عندهم عقول نتاع الدعش. سي با بوسيبل. الناس المسؤولين نتاعنا اذا تحبوا باللغه يعني نتاعنا كيما اسمه بالدرجه، لعبوا بالشعب، لعبوا بولاد الشعب. ولاد الشعب والشعب اليوم مازال ما فاقوش، لليوم مازال ما فاقوش باللي الناس اللي دارت التعريب ولا ما انا نعيطو التخريب هادو لعبوا بهم وحكمت فيهم ولليوم ما حبوش يفيقوا. وحنا نقول لهم يا ناس فيقوا، ما تقبلوش الناس اللي داروا لكم العربيه هذه وراحوا هما داو ولادهم حطوهم في الميور زيكول دو فرانس. كيفاش يا منا نجيك نقول لك يا خويا العربيه راهي لغه القران والعربيه راهي هي كيما يقولوا هما لافونيغ والعربيه راهي هي نتاع كيف منا ومنا، ومن بعد نخليكم نتوما تقراو هذه العربيه هذه وانا نهز ولادي نديهم يقراو في ليكول فرونسيز. هكا يا ابن عمي كيفاش؟ مادام العربيه لغه القران ومادام لغه العلم ومادا يا روح جيب ولادك يقراوها معايا. هذه هي اللي نقولوا لهم حنايا. هما لا، هما ما داروش كذا، هما على بالهم باللي اللغه العربيه راهي ما فيها والو، ما فيها حتى حاجه وما هيش تاع علم وما هي تاع حتى حاجه. وراحوا بالعاني بداو ويربوا جوليها وداروا حتى دوكري عمرها ما صرات في الدوله اللي حتموا على الشعب يقرا ذراع العربيه. حتى في الدول من العربيه بعد ما داروهاش، عندنا حنا داروها. والمشكل الكبير، المشكل الكبير على بالهم باللي العربيه هذه ما فيها والو. وتبعوا معايا هذا الفيديو هذه ديجا راني عديتها ونزيد نعديها لكم، تبعوها معايا وتشوفوا. خص الناس يوليو داك الشيء اللي كيعتقدوا فيه على يقولوه، واللي بغاوه لولادهم يبغيوه لوليدات الناس. واش ما كتصلحش دابا اكبر عمليه نفاق سياسي واخطرها هذه اللي كاينه دابا في قضيه لغه تدريس العلوم؟ واش كاين شي نفاق اكثر من هذا؟ سي البركه زعيم سياسي بلا ما يحشم كينوض كيقول لك تدريس العلوم بالفرنسيه جريمه. يعطيني واحد في عائلته اللي تكون بالعربيه وهوانيت نبداو به هوانيت كلهم تكونوا في اللغات الاجنبيه باش يتولوا المناصب ويسيروا الدوله، وهو كيعرف بان العربيه ما عندهاش باع في البحث العلمي بالمفهوم المعاصر ديالو نهائيا. اعطيني شحال د البحوث العلميه في الفيزياء النوويه او في الجيولوجيا كتدار في العام؟ الى تعمل 45 الف كتاب جديد في العلوم الدقيقه شحال كيترجم العربيه؟ 5 4 3. وتجي تقول لي انه باغي تدرس العلوم في بلادك بالعربيه وانت وليداتك درتيهم في لاميسيون باش تطمئن عليهم بحال السي الازامي بحال الاخرين كاملين. الله يخليكم، اللي بغيتيه لوليداتك بغيه لولاد الشعب كاملين. وبركه من النفاق وبركه من الكذوب على الناس. حزب الاستقلال كيضحك علينا 55 عام وهو كيقول التعريب واللغه العربيه وكيقري ولادو في لاميسيون غادي نتسناو عاود 55 عام اخرى مع البي جي دي عاود لنا نفس اللعبه. عينا هاد الشيء خصو ينتهي. الله يخليك خصو ينتهي. شوف فشلنا فشل ذريع في التعريب، خاصنا نوقفوا واحد الوقفه حازمه ونديروا لو بيلون، نديروا الحصيله ونكونوا شجعان ونقولوا علاش فشلنا وفين كاين العطب بكل شجاعه. ما درناهاش وجينا كنقولوا غادي نعاودوا نرجعوا للفرنسيه. انا كنقول للمسؤولين غترجعوا للفرنسيه راه من بعد اكثر من 40 عام غترجعوا للفرنسيه. فينا هما الاساتذه اللي دابا غيقرب الفرنسيه؟ راكم عربتوا الناس، عربتوا الجيل بكامل ولا جوج. قولوا لي اولا لماذا قررتم تدارك هذا الخطا الان،
وقولوا لي كيفاش فشلنا، علاش التعريب فشل، قولوا لي علاش قدرتوا تعربوا العلوم في الابتدائي الاعدادي الثانوي وما عمركم ما قدرتوا تعربوها في العالي، ماشي ما بغيتوش، ما قدرتوش. لماذا؟ لان التعليم العالي ديال البحث العلمي اللي مرتبط بسياق البحث العلمي العالمي، والعربيه ما عندها ما تعطي تما. اذا الحقيقه هي هذه، اذا ما عندناش الحق نعربوا الناس في الابتدائي الاعدادي ويلقاو الفرنسيه في العالي. شنو هو الحل؟ نبداو لهم باللغه الاجنبيه من الابتدائي العلوم، لان العلوم ما كتنتجش في عصرنا بالعربيه. لا يوجد اكتشاف علمي واحد تدار بالعربيه، جميع الاكتشافات كتدار بالانجليزيه بالدرجه الاولى، وفيها اللي بالالمانيه وفيها اللي بالفرنسيه وفيها اللي بلغات اخرى، اللي بدرجه 20% 18% ديال البحث العلمي مقارنة بالإنجليزية، الألمانية براسها والفرنسية براسها. ولكن إذا كان درسوا العلوم بالفرنسية راه حنا ديجا متقدمين بزاف على العربية. هذوك التيار اللي كيقول العربية ليست، الفرنسية ليست لغة علوم وهي لغة فاشلة و و و إذا كانت الفرنسية لغة فاشلة ما تقراش لأولادك، مابقاوش تضحكوا علينا. هذه من جهة، من جهة أخرى دونك كما شفتوا اسمحوا لي كما شفتوا وسمعتوا السيد هذا نتاع سي سي كيف اسمه عصاد تاع خونا المغربي، الى بيان اكسبليكي الى بيان اكسبليكي باللي اللغه العربيه ما فيها والو، وراحوا بالعاني حتموها على الشعب الجزائري، حتموها بالعاني على الاولاد الجزائريين، انت ولاد الشعب بيان سور، وهما ولادهم اللي بعثوه لفرنسا لي ميور زيكول في فرنسا، واللي بعثوه لا بلجيك لا بلجيك، واللي بعثوه لكندا لكندا، واللي ما بعثوش راهم هنايا في الجزائر يتقابضوا شكون اللي يدخل ولده في الليسي فرونسي الكسندر دوما، ويجي لنا حنا والتعريب والعربيه ولغه القران وربي قال والرسول قال، وهما يهفوا في الشعب بالعاني باش يخليو الشعب مسكين الله غالب، لا جابها عربية، لا جابها فرنسية، لا جابها إنجليزية، ودوكا يقول لك أيا نديرو أخويا نحي الفرنسي ونديرو الأونجلي، يا ونحي العربية، مش نحي الفرنسي، راهو نحي العربية، باسكو العربية هي المشكل. وإذا حبيتو كيما قال واحد ليكول تنجح بهاد المعلمين نتاع دركا، ما تنجحش محال، بالمسؤولين نتاع درك، بالمسؤولين نتاع درك. الجزائر ما تافونسيش، وبال الاساتذه نتاع دركا ما تمشيش ليكول، بوركوا؟ باسكو الاساتذه هذو كامل عندهم عقليه دعش. كيفاش انت تجيب لي واحد دعشي وتقول له قري لي الاولاد؟ واش يقري لك؟ يعرفوا الا يقراو في التربيه الدينيه، الدين او ربي قال الرسول قال، هاو منا يفورميو الارهاب. كي الاولاد مساكن ما ينجحوش ويخرجوا هاك الساعه يديهم للجوامع يكمل لهم الشيء اللي ما داروهش في ليكول، يخرجوا يروحوا يوليو ارهابيين، ومن بعد يلحقوا لهم حنايا العسكر ولي سيفي سيكوريتي يقتلوهم. هذا هو واش رانا نديرو. دونك امبوسيبل يا ناس اللي تقولوا لي باللي ليكول نتاعنا راهي نقدروا اون بو سوفي سكو بو سوفي، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل، محال. لو كان نخليو الناس هذو يدرسونا ويقريو في الاولاد بالمحال. دونك كاش ما كان ما على باليش انا، لازم مسؤولين يتغيروا باش يجيو مسؤولين اللي يفهموا ويبداو يجيبوا لنا حتى الناس كما كنا نديروا بكري، كنا بكري نجيبوا في الاساتذه من فرنسا من لا بلجيك. انا قريت عند واش يقولوا دي بلج، انا على بالي بلي واش يقولوا في البروفيسور كيف اسمه تاع البروفيسور تاع فيزيك شيمي مسيو فاردان، سي ان بلج اللي قريت عنده انايا. دونك احنا لازمنا نجيبوا اساتذه يكونوا في المستوى باش يخرجوا لنا الاولاد يقراوا العلم، يقراو العلم، السافوار، لا سيونس، المات، لا تكنولوجي، لوتي انفورماتيك، هادو هما اللي نحتاجوهم حنا في ليكول، ويبداو كيما قالك بالفرنسي، لونجلي، الاسبانيول، ويبداو يروحوا، ما يبداش هنا يقول لنا، والبسملة، وربي قال، والرسول قال. يا محمد يا محمد، انا ما بعثتكش ولدي ليكول باش تقول له هكا هذا الشيء، هذا ما تقولوش خويا، خليني انا مع ولدي، انا نحب نعرف لك واش قال الرسول واش قال النبي واش قال منا، باش ما تخرجهوليش متطرف كيما انت، انتوما متطرفين وتخرجوا لنا ولادنا كيما انتوما. دونك يا اخي العزيز، انا بعثت لك ولدي باش تقريه
في لي مات لا فيزيك لا شيمي لي لونغ هذه هي اللي باش ولادنا ينجموا غدوه يخرجوا كما قال واحد دي كادر دو لا ناسيون. مي دركا راهم يخرجوا فيهم دي ميليتون نتاع الاحزاب السياسيه الاسلاميه. تروحوا لونيفرسيتي تلقاو باللي 70% 80% نتاع التلاميذ تاع لي ستوديون كاملين حماس، كاملين نهضة، كاملين هذاك وجه بوريونا هذاك معك اسمه هذاك ما بيش بيه بوروينا بوروينا معك اسمه هذاك نسيتو نعم؟ انت الحزب هذاك اللي سرق الاراضي في الصحراء هذاك بنقرينا بنقرينا هذا ولا بنفارينا هذا هذا هذو هما اللي هلكوا كيف اسمه هذا الناس هذو باسم الاسلام وباسم الدين وباسمنا التعيينات هذه ما جاتش وحدها يا ناس التعيينات هذه اي ما جاتش هكاك اي كيما هكا دوخوا الناس الكل وغدوه كيما حبسوا الناس الكل طلعت الجبل كيما قال واحد باسم قال ربي قال الرسول ونقتلوا ويذبحوا في الناس ويغتصبوا في النساء باسم الاسلام ويذبحوا في الولاد الصغار باسم الاسلام والمشكله وين هي كانوا اغبياء اغبياء عمري ما شفت اغبياء نتاع الناس اللي يقول لك راهم لي سيرفيس سيكوريتي اللي كانوا يقتلوا راهو المخابرات هي اللي كانت تقتل الناس هذو مراض اللي يقول كيما هذو الناس هذو اللي يقولوا كيما هكا سواء عندهم بيانهم ارهابيين سواء هما بعد ارهابيين سواء عندهم خيانهم ارهابيين سواء عندهم رجالتهم قتلوهم لي فور سيكوريتي على هذاك يحبوا يمسحوا الموس الاخر حنا الكوموش لي سيرفيس سيكوريتي ولي فور سيكوريتي الجزائر راحت الجزائر راحت الناس تقتل وتذبح باسم الدين وهو مازال مدني مزراقة وهنايا ها هو روحوا اكتبوا مدني مزراق في الجوجل وكيخرج لكم واش يقول قال لك حنا وقتلنا ودرنا هو بعد اللي كان قتل هو بعد قال لك انا اول سلاح اللي قتلته قتلت واش يقولوا النوم دو تروب اش دي تي واحد من العسكر تاع الجزائريين ونحيت له الارم نتاعو ولقيته يشهد ولا ما عرف واش هو وقتلته ونحيت له الارم نتاعو والاخر يقول قال لا ام لا ام نقلبوا على على واش يقولوا الفيس نقلبوا عليه يحكيوا لي حكايه جهه وهما الناس اللي محضرتش التسعينات مساكن ما على بالهمش واش صرا خاطر شكون جاو على بالهم واش صرا ما يحكيوش الحكايات هذه الفيس في جملتين انا نقول لكم واش صرا الفيس ما عندوش حق يشارك في الانتخابات خاطرش الماده 42 تقول باللي يمنع منع باتن انشاء احزاب سياسيه تحت غطاء ديني لغوي او جهوي ها الماده 42 لارتيكل 42 في لا كونستيتيسيون يمنع الناس دير احزاب سياسيه تحت غطاء ديني لغوي او جهوي وراحوا بالعاني الناس اللي يحبوا يقعدوا ديما في الكرسي راحوا عطاوهم لاغريمون صح معليش اي قال لهم يديروا كي عطاوهم لاغريمون الناس هذو راحوا استعملوا الدين الجواب انا ندخل الجامع نصلي ومانيش من الفيس ومانيش اسلاموي ويجي لي واحد تاع الفيس هو اللي يخطب عليا وهو اللي يقول لي ها واش ندير وها واش ندير وها واش ندير دونك انا مانيش فيس كان في لافالان كان فيهم لارسيدي كل يروحوا يصليوا الجمعه ويجيني واحد الفيس يهز المنبر وهو شفت هو ولا جهه مش كذا صح معليش كي كملوا الانتخاب وفوطاو عليهم الناس فوطاو عليهم باش يدخلوهم للجنه ها خاطر ما عندهم حتى بروغرام الفيس ما كان عنده حتى بروغرام البروغرام نتاعو هو يدخل الناس للجنه شفتوا كيفاه التمسخير يا جماعه العباسي المدني وعلي بالحاج وجماعه هذو نتاع الفيس داروا الحزب هذا باش يدخلوا الناس للجنه فوالا كي ربحوا ما قلناش ما ربحوش فوط عليهم الشعب فوط عليهم صح جاو نورمالمون كي فوط عليكم الشعب يا اخي تروح دير الكوفرنمون نتاعك وتسير الجزائر تسيلها 4 سنين ولا 5 سنين ها اذا نجحت تزيد تعاود واذا ما نجحت يجيو حساب اخرى وهي ماشيه هذه هي سي صار التبادل على السلطه التداول على السلطه هذا هو لا قال لك لا ها قال لك لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول وهذه هي اول واخر انتخابات ها
هذه راحوا نشوفوها مكاينه. اذا كذبت اي واحد يكتب لي تحت يقول لي انت راك كذاب. فكسوا في خنشله ولا في تيجي وز ولا في جاير ولا بارتو، هذا هو الشعار نتاعهم. لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول، دوله اسلاميه. او شو هذا؟ قال لك اخويا احنا نحيو الدوله هذه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه ونرومبلاسيوها بدوله اسلاميه. وعلى هذا ما تفهموش مع الاخرين كلمه، هذه ما تفهمناش عليها. احنا ما درناش انتخاب قال تحب دوله اسلاميه ولا دوله ديمقراطيه. نهار كي نروحو نديرو انتخاب كيما هكا عندك الحق. مي اليوم يا سي محمد راك راح دير انقلاب، نتايا راك راح تنحي دوله ودير دوله اخرى، نتا اللي راح دير انقلاب، ماناش حنا اللي راح نديرو عليك انقلاب. ما حبوش، داروا غراف وداروا من هنايا وبداو ساعة يا بداو يطيشوا يقفلوا تدابور في هذا. مازالوا ما حكموش، مازال ما حكموش، وبداو يلقاو المرأة النساء مساكن اللي لابسين ماهمش متحجبات يطيشوا عليهم على اللاسيد في وجوههم، وبداو يضربوا في ليزانتيليكتويال، وبداو يمناصيو في لي جورناليست، وبداو سي نورمال الدولة تولي تحبس كلش. ولا وحبسوا من نورمال، حبسوا بكري خلاص. وكيفاش روحوا هزوا اني موش هذا هو واش يقولوا خرجت من الموضوع. سينو نعطيكم العلي بالحاج كي قالهم نهزوا السلاح ونداو السلاح. عباسي المداني قال لهم اذا قالوا لنا انتخبوا انتخبنا، واذا قالوا لا جهدنا. نورمال مو ثم بعد يهزوه خلوه. واش اللي صرا صرا، وهذا هو حبسوا المسار الانتخابي سي نورمال يحبسوه. كيفاش ها لي فيسيست كل ولاو كيما قال واحد الاسلاميين كل نتاع الدنيا كامله جاوا عندنا راح يرجعونا افغانستان. حتى بقى غير بلادنا برك ما جاش. بلادنا كان ماشي يجي، كان في السودان كان راح يجي الجزائر. ولو كان جا الجزائر وصرات الضربه نتاع هذه نتاع الامريكان نتاع سبتمبر كانوا احنا اللي راح يضربونا، ما يضربوش افغانستان. دونك هذا مش موضوعنا، نرجع عليه نهار اخر. نرجع ليكول يا ناس، كونوا هانيين. لو كان نخليو هذو اللي قاعدين يدرسوا لنا في الولاد نتاعنا اليوم في الجزائر، رانا ماناش خارجين من هذه المشكله نتاع ليكول. ليكول تبقى ديما 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 تفورمي في الارهابيين. لازمنا نحبسوا هاد الناس هذو اللي خرجوا ريتريت يخرجوا ريتريت، واللي كيما قال واحد نديروا ريتريت انتيسيبي نديروا ريتريت انتيسيبي، ونجيبوا اساتذه حتى ولو من الخارج باش يقريو لنا الاولاد لو سافوار. وهذو العلماء هما يعيطوا لهم العلماء المسلمين، وانا عيط لهم العلماء الجهالين، هذو اللي عندهم يقراو غير القران وهما يتبعوا في ليكول ويقول كيفاش ليكول ونديروا بروغرام ومنا. هذو لازم حتى هما يقولوا لهم يا جماعه البطاطا راهي ما كانش في الجزائر، روحوا تبيعوا البطاطا ولا تخدموا البطاطا. ما عاد لا نخليك لا تهضر على كيف اسمه السياسه، لا نخليك تهضر على الاقتصاد، لا باش تشوف هاد التمسخيرات هادو راهم يديروا فيهم هادو البنوك الاسلاميه. البنوك الاسلاميه ماهوش تمسخير، يتمسخروا بالشعب. قولوا لي بركي رحم والديكم كيفاش، واش هو لا ديفيرونس اونتر لو سي بي ا لو كريدي بوبولار اغريكول غير لو سي بي ا ها بدر و بدر لا ما تاع سي بي ا لو سي بي ا ولا البدر ولا لا بي ان ا، وما بين لي بنك هذو يديروهم تاع اللي يعيطوا لهم هما المصرفه الاسلاميه. واش هي لا ديفيرونس سي كوا؟ يعني المصرفه الاسلاميه البنك هذو قاعدين الصوار يدخلوا لهم عند ربي سبحانه عز وجل، ولي كونت يتغونفلاو هكذا. هذه هي ها قال لك حاجه حاجه ما يديروش لي زاجيو. شوف اسيدي شوف اسيدي سبحان الله، لي بنك هادو الاسلاميين ما يديروش لي زاجيو. انا نقول لكم باللي يديروا اكثر 10 مرات اكثر من لي زاجيو، اكثر من لي زاجيو. خاطرش راهم يقصروا بكم يلعبوا بكم يا الشعب الغافل. كاينش بنكه تحل تسلك العمال وتسلك التريسيتي وتسلك الضو وتسلك كيف اسمه، ومنين منين هذا كل، ويقول لك واحد يحط 10000 يلقى 10000. شوف اسيدي هاي ما كانش منها. واش هو نحاو اجيو وسماوه حاجه اخرى، سماوه حاجه اخرى، مي هو تي دو لاجيو كيف كيف اجيو ولا فري بونكير ولا تسميها سميه اخرى. سي لا ميم شوز. خاطرش ما يدخلش العقل باللي بنك تحط فيه 10000 تلقى 10000، ما كانش منها. وشكون اللي يسلك العمال؟ وشكون اللي يسلك الضو؟ وشكون اللي يسلك لي شارج؟
شكون يصير لك لي زامبو؟ شكون يصير كي عاد نحط 10000؟ هما يخسروا مالا على قولك، هما جايبين دراهم باش يخسروا، هما حاطين دراهم عندهم يديروا كابيتال ما عارف قداش نتاع ما عارف قداش مليار يفضوه، ومن بعد يجيو منين يجيبوا صوالد منين؟ دونك نشوفوا كيفاه يتلاعبوا قاعدين يديروا في الكوميرس بالاسلام. حتى ليكول بعد ليكول يديروا في الاسلام الكوميرس في ليكول باسم الاسلام. وعلى هذا يفضل ليكول تكون ليكول لايك اذا حبيتوا ليكول تخرج من هالازمه نتاعها وتضل تخرج لنا دي كادر دو ليتا. لازم ليكول لايك، ما نقريو فيها لا الاسلام لا الكريستيانيزم لا الجودايزم ريان، لا ريليجيون تجبد عليها. وهنا تشوفوا كيفاش تولي ليكول كيما كانت ليكول تاع الجزائر بكري، كيما كانوش يديروا فيها هاد اللعبات هذو نتاع الاسلام ونتاع البسلام بسمله وما نعرف واش وما نعرف واش. واليوم رجعوا الجزائريين 90% نساء ورجال، نساء ورجال داعشيين، والله يا النساء كامل تاع داعش وفا داعش اتونسيون ماهمش يعني فريمون اللي تحسبوا فيهم صح مؤمنات صح وما نعرف واش، باسكو ما نهضروش باسكو عيب عليا نهضر ما نقدمش، مي مخ نتاعها المخ نتاع داعش نتاع داعش هي وهاد البناء النساء هذو والاخرين. بور ريكتيفي صعيب الحال، صعيب الحال، لازم يجيو ناس يحكموا الجزائر كيما واحد كيما بوكروح، كيما قلت لكم خاطر ندير فيديو على بوكروح. الناس هذو اللي يحبوا يرجعوا الجزائر كي الغرب كي لوكسيدون، باش يخرجوا الناس يحوسونا على روشيرش سيونتيفيك، يجيبوا لنا كيما اسمه التلقيح اللقاح ويحوسونا على هذا، ماهوش يجيب لي النفه يقول لك شم مليح شم هاو هاو عطس عطس. فهمت ولا؟ الناس اللي تجري حنا يحوسوا على اللقاح يحوسوا على منا نتاع كورونا ويحوسوا منا، وحنا نتاعنا قاعدين يقولوا انت كيفاش كي تخش البيت الماء كيف يسمحوا لي لي تواليت انت تخش لها برجلك لا دروات ولا برجلك لا غوش. دونك هذه هي خوتي، اسمحوا لي اذا ما ريبونديتش للاسئله نتاعكم اللي تقولوا لي باللي ليكول الجيريان كيفاش راح يصرى لها. لو كان ما نحبسوش هاد الداعشيين اللي قراو لنا في الولاد ونجيبوا اساتذه اخرين من الخارج رانا نبقاو كيما هك. وهذه باش تكون لازمها المسؤولين يتغيروا، خاطرش المسؤولين هذو لعبوا بالشعب. سمحوا لي لعبوا بالشعب، ماهوش على المسؤولين تاع دركا. الناس اللي دارت التعريب وسموه التخريب اللي عربوا الدنيا وبعثوا ولادهم لي زيكول فرونسيز لي غون زيكول فرونسيز. الوغ ان شاء الله كنت هضرت لكم على المشكله هذه تاع ليكول، وان شاء الله بحول الله نعاود نزيدو نهضروا عليها نهار اخر ان شاء الله. دونك نزيد نخليكم شويه مع لا شونسون بربر، لا شونسون امازيغ، بوتيتر نزيدو نرجعو ان شاء الله من بعد في كانش نوتر فيديو نهضروا على لا بوليتيك الخطره هذه. قيمتي لهنايا توت الور I'm a zero.